أكد حساب معتقلي الرأي على تويتر أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وهي سابقة من نوعها. وأشار الحساب إلى أن سبب الاعتقال هو خطبة ألقاها الشيخ عن المنكرات ووجوب إنكارها على فاعلها. وكان الشيخ صالح آل طالب دعا في إحدى خطبه على من وصفهم بالطغاة الظالمين، ووجه خطابا إلى العلماء ورموز التوجيه لأن يتحملوا عبء الأمانة وأن يكونوا قدوة في الأرض. تحملوا العبء وانهضوا بالأمانة في قوة وعزم، بلا ضعف ولا تهاون ولا تراجع عن تكاليف الدعوة ولا انهزام أمام مشاق الطريق. الشيخ صالح آل طالب في غياهب السجن. السلطات السعودية تعتقل ولأول مرة أحد أئمة الحرم المكي الشريف، هذا ما أكده حساب معتقلي الرأي على تويتر. ويضيف الحساب أن الشيخ آل طالب اعتقل على خلفية خطبة ألقاها عن المنكرات ووجوب إنكارها على فاعلها، بقي الفاعل مجهولا في الخطبة المنسوبة للشيخ الذي فصل فيها ما بدا أنها منكرات طارئة في المجتمع السعودي، لكن في فعل الاعتقال الفاعل هنا معروف. الشيخ صالح آل طالب أو غيره هم يعني يقعون ضحية هذا الاستبداد، لأن هذا المستبد لا يريد أن يوجد على 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 الأرض أو من يكون له جماهيرية، وممكن أن يقول في يوم من الأيام للسلطات أنها أخطأت أو ارتكبت أخطاء. وإن لم يكن المؤمنون على هذا المستوى من الأسوة حرموا الاستخلاف في الأرض. قال إبراهيم عليه السلام: ومن ذريتي، قال الله: لا ينال عهد الظالمين. عرف الشيخ آل طالب بخطبه الداعية لقيام العلماء ورموز التوجيه بدورهم في الحياة وتحمل عبء الأمانة وأن يكون قدوة رافضا الظلم، وأنه كثير الدعاء على الطغاة الظالمين. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه زمن المرتدين يقنت لنفسه في صلاته فيتلو: ربنا لا تزغ قلوبنا. مؤلفات الإمام المعتقل قليلة، له كتاب مطبوع بعنوان أثر المسجد الحرام في نشر الثقافة، وكذلك بحث في النفاق. ترسم هذه العناوين ملامح ما يرى البعض أنه المنهج الذي قاد الشيخ من منبر الحرم المكي إلى السجن. وكان قد آثر مكانه خطيبا في الحرم الشريف على بعثة حكومية لدراسة القانون الدولي في بريطانيا. ولد صالح آل طالب عام 1974 في عائلة عرفت بالعلم والقضاء، وحفظ القرآن قبل سن البلوغ. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يرجع أصل عائلته إلى حوطة بني تميم جنوب الرياض، ولأهلها دور وصف بالشجاع في تأسيس المملكة وإمداد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود بالمال والسلاح والجنود، ولذلك خصها لتكون وجهته الأولى بعد الرياض. تؤكد منظمات دولية أن حملة الاعتقالات والقمع في السعودية تصاعدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد قبل عام، حملة طالت دعاة وعلماء وناشطين حقوقيين لتصل اليوم إلى منبر الحرم الشريف بمكة المكرمة. فماذا بعد؟ إمام الحرم المكي بقى، واللي حساب معتقل الرأي بيؤكد أنه تم القبض عليه من ساعات، صالح آل طالب. دي كانت الخطبة التي يرى المراقبون أنها كانت سببا في إلقاء القبض عليه واعتقاله. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية، وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب.
أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أوضعه. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقدر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا وتسري في قلوبنا وتخالط أبشارنا وتوقظ أبناءنا وبناتنا الذين جاءوكم غفلة أو استقلاعا. ستغلبكم صلوات أبنائنا وبناتنا ودوي قرآنهم في المحاريب والمساجد وأعماق البيوت والقلوب. ستغلبكم دعوات أمهات العابدات وآبائهم القانتين الذين لا يفترون في سجودهم عن قول اللهم من أراد بنا وبأبنائنا وبناتنا وديننا وبلادنا شرا فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. أيها الغيورون احذروا المترفين والمترفهين الفاسقين، ولا تخالطوهم ولا تدخلوا حفلاتهم ومجالسهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يوسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ربنا يفك أسره. لا مجرم، مجرم إمام الحرم المكي صالح الطالب بيخاطب الغيورين على دينهم وعلى معتقداتهم، وإحنا طلقنا الغيرة وبنكره اللي يغير، احنا هنبقى بحبيح او بقينا بحبيح وهم حميح في نفس الوقت. 80,000 حج تقريبا ايراني بيدخلوا المملكة العربية السعودية لموسم الحج ولا اعتراض من حقهم، في حين يتم منع السوريين واليمنيين والقطريين وكثير من المصريين انا واصحابي. الله غالب.